أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب والأميين إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ومن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا من سياسيين وأساتذة الجامعات وإعلاميين وشباب، أرحب بكم أجمل ترحيب وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الأيام وتحديداً في 13 سبتمبر عام 1990 تم الإعلان عن قيام حزب التجمع اليمني للإصلاح. وبعد 22 عاماً من مسيرة التجمع اليمني للإصلاح، ها نحن اليوم نلتقي لنتناول فيها بعضاً من جوانب هذا الحزب ومن مسيرته العطرة. وليس في ذلك غرابة، فالتجمع اليمني للإصلاح يمتلك سعة في الأفق ونضج في التفكير ومرونة في التعامل مع الآخرين والقبول بالرأي والرأي الآخر مهما كانت التباينات والاختلافات معه، وهو ما يعد بعداً استراتيجياً في رؤيته للمستقبل. غير أن هذه الذكرى تعد ذات خصوصية، ولا سيما أنها تزامنت مع اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير من العام الماضي واستمرارها في هذا العام. وفيها نتذكر التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا العظيم من قوافل من الشهداء والذين تدافعوا ليربوا بدمائهم الطاهرة والزكية شجرة الحرية والكرامة والانعتاق من الذل والمهانة التي عانها شعبنا خلال 33 عاما. كما تأتي في هذا الشهر العظيم شهر سبتمبر ذكرى غالية على نفوسنا جميعا وعلى نفوس أبناء شعبنا العظيم، هي ذكرى 26 من سبتمبر عام 1962، والتي فيها انعتق هذا الشعب من حكم الإمام الكهنوتي البغيض المتخلف. ونحن بهذه الاحتفالية وبهذه الفعالية ندشن احتفالات شعبنا بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وفي مثل هذا اليوم أيضاً في يوم 18 سبتمبر عام 2011 سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في جولة كنتاكي، وكلنا يتذكر هذا اليوم، الأمر الذي عجل بسقوط رأس النظام وخلعه من السلطة وذهابه للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. لن أطيل عليكم، فموضوعات الندوة
تستحق أن نترك لها المجال. وسنتناول في هذه الندوة موضوعات عديدة، سنترك فيها للمحاضرين الأعزاء وللحضور الكرام أن يعطوا آراءهم ومداخلاتهم في هذا الشأن. وسنبدأ بالدكتور فارس السقاف، وهو معروف في الساحة السياسية، رئيس مركز دراسة المستقبل، وسيتحدث عن قراءة تقييمية لمسيرة الإصلاح. ثم سننتقل إلى الدكتورة أسماء القرشي، أستاذة جامعية، وستتحدث عن الإصلاح والمرأة. ثم بعدها سننتقل إلى الأستاذ عبد الرزاق الهجري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، فإلى الضيوف الكرام ومع الدكتور فارس السقاف، فليتفضل. بسم الله، والحمد لله حمداً كثيراً عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، علي أن أعترف أولاً أن الإخوان المسلمين وتجربة الإخوان المسلمين قبل الإصلاح أضافت إلى رصيدي وأسست لشخصيتي وكانت المكون الأول لها. بعد مرحلة طفولتي مع أسرتي في القرية ثم في عدن، ثم انتقلت من بعد إلى فضاءات أخرى بعد أن فرغت من دراستي الجامعية والترأس لاتحاد طلاب اليمن. بعد ذلك باعدت بيننا ضرورات العمل وخيارات الاجتهاد، ولكننا بقينا على تلاقي نكتر ذكريات سنوات مديدة ملؤها النشاط والحيوية. بعدها أسست مع آخرين حركة النهضة، ثم عدت للاندماج في التجمع اليمني للإصلاح في هيئته العليا، لأتفرغ من بعدها لمركز دراسات المستقبل، وهو أول مركز يمني بحثي مستقل. ولم أكن خلالها بعيداً عن تأمل تجربة الإصلاح وهو يتطور. وها أنا ذا الآن أحضر معكم هذه الندوة لأقدم قراءة سريعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقد عشت معه أقداراً من الزمن قبل تأسيسه، بزمن بمكونه الأساس الإخوان المسلمين، ثم التأسيس للتجمع اليمني للإصلاح، والآن في ذكراه 22. فهو حزب سياسي كبير شهد تجربة غنية وثرة تستحق الدراسة والتقييم أو التقويم. أحسب أن هذه توطئة ضرورية قبل أن ألج في تقديم قراءتي لتجربة التجمع اليمني للإصلاح. طبعاً كما نكرر دائماً في الندوات، أن طلب مني أن أقدم ورقة بهذا الصدد قبل 48 ساعة يمكن، ولهذا من الأفضل أن نتكلم حديث مباشر وقراءة مبعثرة غير مرتبة. جذر المشكلة في تقويم تجربة الإخوان المسلمين، وأنا أؤكد على الإخوان المسلمين لأنها هي المكون الأساس بالفعل في عهد العلنية والشفافية، لا ينبغي التغاضي عن هذه التجربة، أنه كان المكون الأساس والأكبر للتجمع اليمني للإصلاح الذي تأسس في 13 سبتمبر 1990 بعد الوحدة اليمنية. الجذر المشكلة في تقويم هذه التجربة أنها ترتبط بالدين، وهذه لها إسقاطات خاصة تنجو منها الأحزاب الأخرى، ويقع فيها التجمع اليمني للإصلاح يحاسب بمعيار الدين، بمعيار الإسلام، وهو معيار كبير جداً. مهما اجتهد الإنسان فلا بد أن يحدث مفارقات بينه وبين هذه المرجعية.
ويشترك التجمع اليمني للإصلاح مع الأحزاب الأخرى بقواسم مشتركة، قواسم مشتركة تفرزها أو يفرزها واقع المجتمعات العربية الذي يسوده التخلف والاستبداد والقمع، فهي تخرج من رحم الاستبداد، ولهذا سيعلق فيها كثير من الشوائب والأخطاء. إن مهمة الأحزاب، هناك مقولة لعبد الله جول رئيس تركيا حزب العدالة والتنمية، يقول إن مهمة الأحزاب الإسلامية ليست هي تقديم الإسلام للمجتمع، وإنما تقديم الخدمات للمجتمع. حينما تنجح في تقديم الخدمات للمجتمع تعرف بالإسلام، يعني لا يكون المدخل هو أن تقول للناس أدوا الصلوات وأدوا الفرائض والأخلاق والقيم وغيرها وتقام الجوامع والمساجد، وإنما الأعمال المجتمعية التي تقدم خدمة للمجتمع. المراحل التي مر بها التجمع اليمني للإصلاح هو التأسيس، ممكن نقول من 13 سبتمبر إلى 94 إلى 93 تحديداً عندما قامت الانتخابات. هنا دخل الانتخابات في أول تجربة تعددية، وكما يعلم الجميع حصل على المرتبة الثانية، ولكنه تنازل عن المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة ليفسح المجال أمام الحزب الاشتراكي الشريك الآخر في إقامة الوحدة اليمنية في العام 1990، وهذا كان تنازل لصالح إنجاح التجربة التعددية وكيان الوحدة. في 94 خاض تجربة مريرة في مسألة الوحدة والانفصال، والآن أنتم ترون تبعات هذه الحرب تسحب نفسها على الواقع حتى الآن. يقال حرب 94 وإزالة آثار الحرب ومن كان المتسبب، ولأن الإصلاح حينها كان مع شريكاً مع المؤتمر الشعبي العام، فقيل من ذلك الوقت وحتى الآن أنه هو الوجه الآخر للسلطة. وقيل بعدها عندما نقيم الموضوع يجب أن نقيم أي موضوع أو أي حدث في سياقه التاريخي الزمني. الآن عندما يقيم 94 حرب 94 هي كانت انفصال، يعني حركة انفصالية تريد أن تعود بالبلاد إلى ما قبل 90. فالتجمع اليمني للإصلاح خاض ربما هذه الحرب إلى جانب المؤتمر الشعبي العام في إنهاء هذا الانفصال. الآن عندما يقيم الأمر الآن يقولون أنها حرب خاطئة وأنها كانت للاستيلاء على الجنوب وللضم وغير ذلك. من الخطأ تقييمه إلى في هذه المرحلة الآن الراهنة، وإنما إلى تلك المرحلة. فالمهم أن الإصلاح في تجربته مع الانفصال كانت يعني تجربة مريرة أيضاً، وعلق بها كثير من الشوائب، وهو يؤكد يحاول أن يؤكد أنه ليس له يعني ضلع في أن يوحد قسرياً، وإنما توحد الناس طواعية. الخروج من شراكة الشراكة الحكم في العام 1997 في 97 نعم خرج إلى الحكم، وإن كان له تمثيل في البرلمان. ثم بعد ذلك تجربة أحزاب المشترك، وأعتقد أن تجربة أحزاب المشترك الذي يقول أن أو يقال ويردد أن مهندسها الأستاذ جار الله عمر رحمة الله عليه، وهي بالفعل من أفكاره، ولكن أيضاً تجاوب معها التجمع اليمني للإصلاح، والآن التجربة تمر
بأكثر من 10 سنوات، وهي تجربة ناجحة، وأعتقد أن التجمع اليمن للإصلاح هو الذي كان عامل أساس إلى جانب الآخرين في إنجاحها في تقديم التنازلات، مع أنه حزب كبير. وكان يقول الأستاذ جار الله عمر أن التجمع اليمني للإصلاح كان يأكل من كعكة الحكم ولا يدفع ثمنها، يعني هو كان شريك في الحكم ولكنه دون أن يدفع ثمن الكعكة التي يلتهمها من الحكم. والآن ها هي الكعكة تنتهي والأكلة يلتفون على قصعتها ولا يجدون ما يأكلون، لأن البلد بأكملها في خطر، ويجب أن يدفع الثمن الجميع. هل التجمع اليمني للإصلاح الآن مع ثورة ربيع الثورات العربية سيصل إلى السلطة كما هو الحال في تونس وفي مصر وفي ليبيا بالمناسبة؟ يعني الآن مرشح الرئاسة ومرشح الحكومة هو بدعم من الحركة الإسلامية هناك، فهل سيتفرد بالحكم؟ ماذا ستكون تجربته؟ لا شك أنها ستكون تجربة مختلفة. هناك خصائص يتميز بها التجمع اليمني للإصلاح عن غيره، أنه يشارك في الحكم منذ أمد بعيد بأشكال مختلفة في السلطة. أن الإسلام وحركته الإسلام الحركة الإسلامية تتحرك في ساحة مؤيدة ومستوعبة ولها رصيد في فطرة الناس وفي المجتمع. تفرد الإخوان في التعبير عن الإسلام، يعني كان إلى فترة طويلة بعد الوحدة مثل الإسلام أو منابر للتعبير عن الإسلام من حركات إسلامية بمذهبية شيعية، مرجعية شيعية أو مذهبية، يعني إذا وصف الناس يعني الحركة السلفية على أساس أنها يعني على مذهب أحمد بن حنبل أو على مذهب السلف إلى غير ذلك. هؤلاء نازعوا الإخوان المسلمين والتجمع اليمني للإصلاح في التعبير عن الإسلام في ساحة المجتمع اليمني. أعتقد أن أنتقل يعني لأكون يعني سريعاً في هذه القراءة ثم يترك المجال للنقاش. سيناريوهات المستقبل، أعتقد أن الآن هم الإخوان التجمع اليمني للإصلاح على أبواب أن يتولوا السلطة الفعلية في اليمن. إذا تمت انتخابات يعني سيكون لهم النصيب الأكبر. فإذا السيناريوهات المطروحة الآن، إما أن تتعزز تجربة التجمع اليمني للإصلاح وتتسع شعبيته ويتمدد كما هو الحال مثلا في تركيا يعني العدالة والتنمية الآن يمكن يزحف نحو السنة 12 أو هكذا أو 11، وتجربته تتعزز وتقوى وناجحة. فإما أن يكون ذلك مصيره أو أن يفشل لا سمح الله وتنحسر شعبيته ويعطى يعني تجربة لا يكون لها رصيد في واقع الناس. مسائل تحتاج إلى المراجعة، واختتم بهذا المحور، هي أن التجمع اليمني للإصلاح بحاجة لأن يكون يعني أكثر مدنية، أكثر ديمقراطية، انفتاحاً على الآخر. يعني هو يسلك هذه الطريق ولكن نريد أن يعززها بالتعبئة، بالتثقيف، بالتربية في داخل التجمع اليمني للإصلاح. الانفتاح على الآخر أيضاً، المرأة أيضاً لابد أن يكون لها دور أوسع وأعمق وأكبر. المدنية والديمقراطية. في ملاحظة أخيرة هي يعني الانسجام والتناغم بين الباطن والظاهر. انظروا مثلا تونس ومصر. تونس الحاكم من هو؟ يعني في الحكومة حزب النهضة. هل هناك
حزب آخر يعني كما هو في مصر. مصر الذي صعدوا إلى السلطة تخلوا عن حزبهم وأصبح الحزب آخر، فهنا توجد ازدواجية. هل هذه ستكون في اليمن أم سيندمج يعني الحزب يعني نقول في المجتمع والحزب الذي يمثله أشخاصه في السلطة؟ هذه تحتاج إلى يعني قضايا إلى مراجعة. ولكن على كل حال التجمع اليمني الإصلاح 22 عام فترة زمنية ليست بالقصيرة ولا بالطويلة، ولكنها يجب أن تقيم أكثر من عقدين الآن، وهو الآن يتوسع يتعمد في صفوف قطاعات جديدة، مقبول من الآخر، منفتح على الآخر في الداخل والخارج. ويجب أن يكون الآن في هناك شبهة أن الآن الذي يصعد هؤلاء الإسلاميين إلى سدة الحكم هم الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه أيضا يعني هو مع التحولات مع التغيرات حصلت هذا الأمر، ولكنه ليس هناك من مؤامرة واضحة على التجمع اليمني للإصلاح والحركات الإسلامية فعلا أن تجلي هذا الغموض والالتباس في هذا الأمر. شكرا لكم، السلام عليكم.